السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم رح نتكلم عن طريقة زراعة الثوم. زرع الثوم بنفسك سهل فعله في معظم أنواع المناخ. للثوم موسم نمو طويل، ولكن في نهاية الأمر ستحصل على محصول من الثوم يمكنك تخزينه للشتاء أو إعطائه لأصدقائك. الثوم يمكن أن ينمو في التربة أو قدور أو حتى في المياه، ويكون جاهزا للحصاد في وسط الصيف أو نهايته. في هذا الفيديو سنتعرف كيف تزرع الثوم وتحصده. أولا نحتاج إلى أصيص يحوي أسفله ثقوب من أجل تصريف المياه الزائدة ومنع تلف وتعفن الجذور، ونحتاج إلى تربة من حديقة المنزل، ويمكننا أيضا الزراعة في تربة صناعية، الزراعة حتى في الماء. يفضل زراعة الثوم في أواخر فصل الخريف أو أوائل فصل الشتاء، ويمكن زراعة بعض الأصناف في أوائل الربيع، حيث يتم زراعته في تربة عضوية ورطبة وعميقة وذات تصريف جيد وتصلها الشمس، وذلك من خلال وضع فصوص الثوم متباعدة عن بعضها البعض وإدخال حبة الثوم بعمق 2 سم على الأقل تحت سطح هذه التربة. يمكننا زراعة الثوم في أصيص أو في إناء، أو حتى زراعته في الماء، أو يمكن زراعته في حديقة المنزل إذا توفر لدينا حديقة، وإن لم يتوفر يمكننا الزراعة في الأصيص كما في هذا الفيديو. أولا حضر مكان الزراعة، اختر تربة جيدة الصرف وتصلها الشمس بالكامل، احفر في التربة باستخدام محراث أو مجرفة، وغذي التربة بسماد عضوية ومواد مغذية تساعد الثوم في النمو قويا وصحيا. يمكنك إن أردت تحضير الثوم لزراعته في قدر، اختر قدرا عريضا وعميقا بما يكفي لتحمل الثوم الذي تريد زراعته، ثم املأه بالتربة كما في هذا الفيديو. لزراعة فصوص الثوم، قسم البصيلة لفصوص منفردة واحتفظ بالقشرة الشبيهة بالورقة السليمة. ازرع الفصوص على عمق 2 إلى 3 سنتي تحت سطح هذه التربة، وعلى بعد من 2 إلى 5 أو 10 سنتي من بعضها البعض. تأكد أن جانب الجزر المسطحة يتجه إلى الأسفل، وأن الجانب الدقيق يتجه للأعلى، وإلا سينمو الثوم في الاتجاه الخطأ. غطى الثوم المزروع بالتربة وساويها بيدك بلطف بعد الانتهاء من زراعة هذه الفصوص الصغيرة. أما بالنسبة للري، حافظ على ري الثوم، اروي الثوم كل 3 أيام أو 5 أيام طوال موسم النمو. عندما ترى أن التربة بدأت في الجفاف وعليها تراب، فيعني هذا أن وقت ريها قد حان. نبات الثوم لا يحتاج للري في الشتاء أو الخريف. وبعد زراعة الثوم من مدة تتراوح من 10 أيام إلى 14 يوما، يبدأ الثوم بالنمو وظهور شتلات أو براعم خضراء صغيرة. أما بالنسبة لأوقات الزراعة الأفضل والمثلى، إذا كنت تعيش في منطقة في الجزء الشمالي التي يكون الصقيع فيها شديدا، فمن الأفضل الزراعة في الخريف. الثوم يعيش جيدا في الشتاء، وزراعته مبكرا سيسبب كبر حجم البصيلات وزيادة نكهتها مما لو زرع في الربيع. أما إذا كنت تعيش في منطقة في الجزء الجنوبي الشتاء فيها ليس قاسيا، فزرع الثوم في أول الربيع أفضل لك. إذا كنت تزرع الثوم في الخريف فأزرعه قبل 6 أو 8 أسابيع من تجمد الأرض، وإذا كنت تزرع الثوم في الربيع فازرعه بمجرد صلاح التربة في فبراير أو مارس. استعمل الثوم نفسه في الزراعة. يمكنك دائما زراعة الثوم الذي تشتريه من بائع الخضار، ولكن فرصتك في الحصول على محصول ثوم جيد أكبر إذا زرعته فصوص الثوم أو بذوره التي يمكن شراءها من أي مشتل قريب منك. وهنالك أيضا ملاحظة، الثوم الذي تشتريه من بائع الخضار يكون مشحونا من أماكن بعيدة، فبالتالي قد يكون سلالة لا تناسب المناخ الذي تعيش فيه أو التربة في منطقتك. الثوم الذي يباع في الأسواق غالبا يكون مرشوشا بكيماويات تجعله يعيش فترة أطول في التخزين. زراعة الثوم المعالج أصعب من زراعة الثوم الغير معالج. وبعد ظهور هذه البراعم يمكننا قطع براعم الأزهار في الربيع. من المفترض أن ترى سويقات الثوم الجذرية خارجة من التربة في بداية الربيع. اقطع أي برعم أزهار ترى، حيث إذا تركتها تنمو ستأخذ طاقة تشكيل البصيلة، وسينتج عن ذلك صغر حجم البصيلات.
وأيضا يتم تسميد نبات الثوم عندما تبدأ بالنمو في فصل الربيع، ويتم ريها بالمياه حسب الحاجة مع الحفاظ على الأعشاب، وينبغي قطع سيقان الزهور للحفاظ على الطاقة في البصيلة. وفي حال عدم ظهور فصوص الثوم فردية، فإنه يمكنك استخدام ذلك الفصل للأكل أو زراعته مرة أخرى لينمو في العام المقبل. تعد عملية تحديد موعد حصاد الثوم من أصعب الأمور المتعلقة بزراعته، ففي حال حصاده بعد فترة قصيرة من زراعته، فإنه يمكنك الحصول على فصوص صغيرة غير مكتملة النمو، ويمكنك استخدامها للأكل. أما عندما انتظاره فترة أطول، فإن الرؤوس ستجف وستبدأ الفصوص بالانفصال، ولكنها ستكون أكثر عرضة للتعفن، ولا يمكن تخزينها لفترة طويلة. وعادة ما يتم حصاد الثوم في أواخر شهر تموز. يحصد الثوم عندما تتحول القمة للون الأصفر وتبدأ في الموت، وفي نهاية موسم النمو في يوليو أو أغسطس تبدأ أطراف نباتات الثوم في التحول للإصفرار والسقوط والموت، يعني أن هذا وقت حصاده قد حان. لا تحصد الثوم متأخرا جدا في هذا الفصل، حيث ستذبل البصيلات ولن يكون الثوم جيدا عند تناوله. الثوم المحصود مبكرا جدا لن يعالج للتخزين بشكل صحيح. ويمكن أيضا حفر حول بصيلات الثوم دون تحطيم الفصوص، ثم إزالة التربة الزائدة، ويمكننا ترك جزء الثوم متصلا بالبصيلة. دع الثوم يتعالج للتخزين لأسبوعين قبل استخدام الثوم. يجب عليك السماح له بالعلاج أولا. خلال هذا الوقت سوف تجف القشرة وتصبح البصيلة قاسية. ضع الثوم المحصود للعلاج للتخزين في مكان بارد جاف، ويمكنك قطع الجذع وعلاج بصيلات الثوم وحدها في سلة تخزين. تأكد أن يحصل على الكثير من الهواء. وفي الطرق الأخرى الشائعة في علاج الثوم لتخزينه هي ترك الجذور متصلة ثم تعليق الثوم في مكان بارد ورطب. استخدم الثوم عندما تصبح القشرة جافة وشبيهة بالأوراق. من المفترض أن تكون الفصوص صلبة وسهلة فصلها عن بعض. خزن أفضل البصيلات لزراعتها الموسم المقبل. اختر بضعة بصيلات كبيرة لزراعتها في الخريف قبل تجمد التربة، أو في بداية الربيع اختر البصيلات ذات أفضل شكل لضمان أكبر حجم في الموسم القادم وأقوى نكهة. وأخيرا لا تنسى اللايك والاشتراك والمتابعة ليصلك منا كل جديد، ودعما لنا على جهودنا. وكان معكم المزارع الصغير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.